السلام عليكم يا الطيبين، التحديث الجديد في الببجي موبايل نزل، واليوم جيتكم بطريقة فتح الأماكن السرية دي الموجودة بإرنجل. اكبس كبسة الزائد وتحت. ونصيحة لك يا غالي، كمل هذا الفيديو للأخير عشان حتكتشف شغلتين. هذا يا إخوان أحد الأماكن السرية، موجود ورا عماير على جبل. بتروح على هذا المكان، حيكون معك الخريطة، بتستخدم الخريطة، الخريطة حتفتح بعديها تسكر لوحدها، بعديها حتفتح لك الخريطة الرئيسية. حلو قوي، حيطلع لك ثلاث أو أربع أماكن عليها علامة إكس. حلو قوي، بتروح على واحد من هذول الأماكن حتلاقي فيه ثلاث صناديق، بتفتح الثلاثة لحد ما تلاقي الصندوق ده وتاخد منه المفتاح السحري. طبعا سحري، ما ببجي موبايل دي، حتتوقع أي حاجة في ببجي موبايل، أمال يابا. المهم بتاخد المفتاح ده وبتروح بترجع على المكان السحري، بتلاقيه ضوى كأنه قشط الكهرباء، يعطيك العافية. بتفتح المكان يا معلم، بعديها حتلاقي الباب بيفتل. بيفتل ليش؟ انا صراحه بعرفش، بس المهم بيفتل. بعد ما يفتل حيفتح الباب زي ما انت شايف، ويطلع منه كمان كهرباء. بتفوت يا صاحبي على طول، حتلاقي لوت على اليمين ولوت على اليسار، ايش بدك فيهم؟ انزل لتحتي على طول، حتلاقي شغلتين بيضووا كانه الكهرباء اجت مرتين. حلو قوي، بتروح عليهم وتدوس عليهم انت او سوادك، ما فيش مشكله. بعد ما تدوس عليهم، هنا هي الحركه السحريه، بتطلع الغرفه اللي فوق، بتروح على اليمين، بتلاقي كمان باب بيضوي، ما شاء الله الكهرباء جاي 100%. بتفتح الباب زي ما انت شايف، حتلاقي جوا صندوق مليان لوت، وحتلاقي العين السحريه. شو بتساوي دي؟ بتقرب عليها زي ما انت شايف، بتطلع لك الكبسه، بتحطها، وهاي العين بتصبك باي مكان في خريطه ايرنجل. اذا اجى عليك الزون او بشي عليك سكواد، تستخدم العين وعلى طول تديله. اكبس المتابعه، سيف الفيديو، ونشوفك في الفيديو الجاي.